Alors, pour l'exercice 3, donc montrer que 5 ne divise pas n implique que 5 divise n carré moins 1 ou 5 divise n carré moins 4. Et donc, بداية نتمنى ان السؤال شوية في شكل يعني ما تعودناش عليه, mais n ne divise pas n, يعني n لا يقسم n ويستلزم ان n يقسم n اس 2 ناقص 1 او يقسم n اس 2 ناقص 4. وهنا عطونا انديكاسيون قال لك تخدم ديزجونكسيون ديكا مزيان. هنفترض بان ان اذا كان كيقسم 5, اذا كان كيقسم ان ما معناه؟ طب انا نفترض بان 5, بحال نشوفوا كيفاش غنفكروا. اذا كان ان 5 كيقسم ان, شنو معناتها؟ معنى انه يوجد ك ينتمي الى ان, حيث ان كيساوي 5 ك. إذن إذا وجدنا بأن واحد الك بحيث أنه ضربنا في 5 يعطينا ان, إذن في هذه الحالة كنقول بأن 5 كيقسم ان. فإذا كان 5 ما كيقسمش ان, شنو هما الحالات الأخرى اللي بقات لينا؟ يعني يقدر يكون ان من مضاعفات 5 أو ليس من مضاعفات 5. باش يقدر يكون هاد ان ماشي من مضاعفات 5, إلا زدنا مثلا 1. دونك 5 نو ديفيز فان, هذا كيعني بان ان كتساوي 5 ك زائد 1, او ان 5 ك زائد 2, او ان 5 ك زائد 3, او ان 5 ك زائد 4. يعني هاد اربعه الحالات كلهم اعداد ما تتقبلش قسم على 5. هنشوفوا دابا الى حسبنا مربع ديالهم, عطينا ان مربع, نحسبوا هذه متطابقة هامة, عطينا 25 ك مربع, جوج في 5 ك في ك هي 10 ك زائد 1, أو ان مربع تتساوي 25 ك مربع زائد جوج في 5 في جوج هي 20 ك زائد 4, 2 مربع 4, أو ان مربع هنا 25 ك مربع متطابقة هامة زائد جوج في 3 في 5 هي 30 ك زائد 9, 3 مربع 9, أو ان مربع تعطينا 25 ك مربع زائد جوج في 4 في 5 هي 40, يعني 8 في 5 40 ك زائد 4 أس 2 هي 16. دونك سا امبليك, احنا معايا انا كنقلب على ان مربع ناقص 1, الا جبت هاد ناقص 1 غتبقى لي 25 ك مربع زائد 10 ك, وهذا العدد راه كيتكتب على شكل 5 مضروب في 5 ك اس 2 زائد 2 ك, يعني ان 5 يقسم ان اس 2 ناقص 1, او ان مربع ناقص 4 كيساوي 5, يعني 5 عامل على 5 ك, 5 ك مربع زائد 4 ك, او ان مربع ناقص 4 كيساوي 5 عامل ل 5 ك مربع زائد 6 ك زائد 1. علاش؟ لان 5 في 1 5, ومنين غنجيبو ناقص 4 حدات ولي زائد 9 اللي هي هذه. طيب ثم بعد ذلك تلاحظوا بأن هنا تعطينا أو, أنا درت هاد اللامة, ليست بمنطق أن أي 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 مي بمنطق أو, داكشي علاش درت هاد الكلمات أو. أو إن مربع ناقص 4 ناقص 1 تتساوي 5 عامل ل 5 ك مربع زائد 5, فاش نضربها تعطيني 40 في 8, 5 في 8 ك زائد 5 في 3 تعطيني 15, وهذا ناقص 1 اللي جبتها في الطرف الاول تولي زائد 1 يعني 16. مزيان, اذا هذا اش كيعني؟ كيعني بان ان يقسم, يعني ان 5 عفوا, يعني ان 5 يقسم ماذا؟ يقسم ان مربع ناقص 1, او 5 يقسم ان مربع ناقص 4. وبالتالي نكون قد اجبنا عن هذا السؤال. السؤال الثاني قال لك اون ديدويغ que 5
ne divise pas n. Implique bn 5 divise n مربع n اس 4 ناقص 1. طيب باش نبينو هذا السؤال هذا دائما الديجونكسيون ديكا قلنا بان 5 نو ديفيز با ان شنو كيعني كيعني بان 5 ديفيز ان اس 2 ناقص 1 او 5 ديفيز ان اس 2 ناقص 4 كيسكو سا امبليك بان ان اس 2 ناقص 1 كتساوي 5 ك او ان اس 2 ناقص 4 كتساوي 5 ك بريم يعني ان ان مربع لاحظوا حنا غنحافظوا على هاد ان مربع ناقص 1 ما عندناش مشكل لان ان اس 4 ناقص 1 اللي خصكم تلاحظوه هو ان ان اس 4 ناقص 1 هو ان مربع ناقص 1 في ان مربع زائد 1 ديال الملاحظه اللي مهمه جدا واللي هي اللي غتعطينا فكره الجواب نكتبها بشكل واضح ان مربع ناقص 1 في ان مربع زائد 1 طبعا هنا غنكمل دونك تعطيني 5 هكا و ان مربع غادي نضيف هنايا 5 دونك بلوس 5 ندير موان 4 بلوس 5 غتساوي 5 ك بريم بلوس 5 وانا نوليكم من بعد علاش تتساوي 5 ك انا باغي نقلب على ماذا على ان زائد 1 هي هذه ناقص 4 زائد 5 راه كتعطيني زائد 1 وهنا هاد 5 يمكن نعمل بها تعطيني ك بريم 5 فاكتور دو ك بريم بلوس 1 اذا ماذا يعني ذلك؟ يعني أن 5 يقسم ان مربع ناقص 1 أو 5 يقسم ان مربع زائد 1 إذا فهو يقسم الجداء إذا 5 ديفيز ان مربع ناقص 1 عامل لان مربع زائد 1 وبالتالي 5 يقسم ان أس 4 ناقص 1 بهذا نكون قد أجبنا على التمرين رقم 3.